إذن عن تداعيات فاجعة الحمدانية بعد مرور 40 يوما بعد خيبة الأمل طبعا التي أصابت الأهالي من نتائج التحقيقات، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد حياكم الله، مرحبا بكم. بعد 40 يوما على الفاجعة، لماذا لم يتم محاسبة المسؤولين؟ أين الخلل في ذلك دكتور حامد؟ في البداية شكرا جزيلا أستاذ محمد على الاستضافة الكريمة، تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء، والرحمة لضحايا الحمدانية والشفاء العاجل للمصابين. الحقيقة الأسباب واضحة كانت منذ البداية، وهي أنه عدم وجود يعني نوايا طيبة للكشف عن شبكات الفساد، مافيات الفساد التي الحقيقة هي التي تحكم أو تمتلك سلطة القرار في نهاية المطاف. السيد السوداني يعني رغم أنه تشكيل لجنة، وهذه اللجان الحقيقة حالها حال اللجان التي سبقت الحوادث، يعني حرائق العراق كثيرة، يعني السنوات الثلاثة الأخيرة هناك إحصائية 100 ألف حريق في العراق، راح ضحيتها مئات الضحايا وطبعا المصابين، منها يعني حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد ومستشفى الحسين التعليمي في ذيقار، وكثير من الحوادث العبارة في الموصل. لذلك صعب جدا أنه يعني رئيس الوزراء والحكومة والمسؤولين الأمنيين أن يحققون في هكذا حوادث أو فواجع مفتعلة أو الحقيقة نتيجة إهمال يشرف عليها الفاسدون بالنتيجة. دكتور حامد، كما تعرفون يعني الغضب يتزايد بين أهالي الضحايا، حيث توجه أصابع الاتهام إلى من يرونهم ويصفونهم بأنهم محميون بسلاح الميليشيات. هل وصل العراق إلى درجة أن الميليشيات فوق القانون وفوق المساءلة؟ هل وصل إلى هذه الدرجة دكتور؟ نعم بالتأكيد هو هذا الحال، يعني مافيات الفساد الحقيقة تتحكم بالمفاصل الاقتصادية، أما المفاصل الأمنية فهي بيد الميليشيات الولائية، وطبعا أيضا عصابات الجريمة المنظمة. يعني هناك الحقيقة تركيبة خليط مزيج من توزيع مراكز السلطة والنفوذ الاقتصادي الأمني العسكري إلى حد ما، وطبعا الإداري بينهما، فهي شبكات ومافيات فساد ثم محمية بميليشيات تمتلك يعني مطلق السلطات الآن، وتتحكم بمخرجات كل هذه الحوادث أن تمنع التحقيقات أن تصل إلى النتائج الحقيقية لمسبباتها. نعم. هذه المكاتب الاقتصادية واستثمارات الميليشيات التي لا تخضع بطبيعة الحال إلى شروط السلامة، كان أحدها طبعا قاعة الهيثم التي حدثت فيها هذه الفاجعة، ولكن دكتور هل تمتلك حكومة السوداني الجرأة على غلقها بعد تسببها بفواجع، خاصة أن غرق عبارة الموصل لم يتم محاسبة أي من المتنفذين إن صح التعبير دكتور؟ نعم هذا صحيح، هو هذا بيت القصيد كما يقال في كل العقد اللي موجودة الآن في الوضع الاقتصادي السياسي الأمني العسكري وحتى طبعا الاجتماعي، لأنه الآن هناك فساد مستشري في كل مفاصل ما يسمى الدولة العراقية، بمكاتب اقتصادية تشرف على صفقات المشاريع أحيانا وهمية على الهواء، الفساد، سرقة الثروات، ومن ثم التحكم، يعني المال يتحكم بكبار حيتان الفساد، ثم تأتي الأمور تباعا، المحميات اللي هي ميليشيات وعصابات جريمة منظمة، وطبعا بإشراف أحزاب السلطة التي تشكل الحكومات الآن، والعملية السياسية الحقيقة منذ 20 عام، أكثر من 20 عام تسير على هذا المنوال، يعني عمليات الحقيقة مبرمجة ممنهجة في عملية تدمير تحت غطاء ما يسمى الديمقراطية المستوردة من قبل أمريكا وموافقة نظام الولي الفقيه. بهذا الشكل تسير الأمور في الداخل إقليميا ودوليا، يعني وطبعا ترضي إيران وترضي أمريكا وترضي
بعض الدول العربية الحقيقة، والدول الغرب العنصري نعم اللي يريد تدمير العراق، ليس اليوم نعم والأمس وإنما هناك منذ عقود. ربما هناك نقطة تحول في هذه الفاجعة. يعني على سبيل المثال القس إغناطيوس أوفي نقل عن أهالي الضحايا أنهم يطالبون بتحقيق دولي في هذه الفاجعة الأليمة. ماذا يعني لكم أن يختار أهالي الضحايا بأن يلجؤون إلى المحاكم الدولية؟ هذا هو الواقع، واقع الحال. يعني عدم وجود ثقة حتى بالقضاء العراقي وباللجان التي تشكل من قبل الحكومة أو من قبل مجلس القضاء الأعلى أو من قبل حتى الجهات الأمنية إذا كانت داخلية والعدل وغيرها من الوزارات. هذا يعني غياب الثقة بين الشعب العراقي وبين هذه السلطات. دعا، وأنا أيضا على قناتكم الموقرة منذ الأيام الأولى دعيت إلى تشكيل لجنة بإشراف دولي، نعم يعني هناك تحقيق دولي بالفعل، ليس فقط لحادثة فاجعة الحمدانية، وإنما هناك كانت فواجع كثيرة سبقت هذه الفاجعة. يتم التحقيق بشكل محايد، بشكل مهني، دون الانحياز أو التغطية على المسببات الحقيقية لهذه الفاجعة. الأهالي محقين بكل ما طلبوه في بداية الواقعة هذه الحادثة الأليمة، لكنه للأسف الشديد السلطة تأبى إلا أن تحتكر سلطة القرار والتغطية والتعتيم على المسببات الحقيقية لهذه الفواجع. وطبعا هناك أمثلة كثيرة الحقيقة أستاذ محمد، نعم يعني شفناها من سرقة القرن وغيرها، نعم كثيرة من الحوادث ويعني عمليات الفساد الكبرى تم أيضا التغطية عليها. نعم لا يمكن السماح للعامل الدولي أن يتدخل كشف حقائق الأمور التي تجري في العراق. دكتور حامد، نعم. لا يمكن مناقشة آثار هذه الفاجعة وأننا لابد من أن نأخذ تصريح للكاردينال لويس ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية، حيث أكد أن ميليشيا بابليون التي يتزعمها ريان الكلداني هي متورطة بهذه الفاجعة بهدف الاستحواذ. هناك هدف الاستحواذ على أملاك المسيحيين. هل نجحت الحكومات المتعاقبة، هل نجحت الميليشيات في دك إسفين حتى بين المسيحيين أنفسهم دكتور حامد؟ نعم بالتأكيد، هذا أيضا حدث الحقيقة، ليس فقط في أوساط المسيحيين أنفسهم وإنما أيضا في النسيج الاجتماعي العراقي برمته الآن، الصف الوطني العراقي. والحقيقة هذا ليس ديدا ريان الكلداني أو مجموعة من المنخرطين بالميليشيات فقط، وإنما هذا الحقيقة جاءت به أمريكا وإيران منذ البداية، يعني منذ الأيام الأولى للغزو والاحتلال الغاشم للعراق. يعني أطلق حتى بوش الابن أطلق قضية الفوضى الخلاقة. ما هي فوضى صارت؟ يعني فوضى واستباحة ممتلكات، يعني مقدرات الشعب العراقي وثرواته واستقراره وأمنه ومستقبله. فلذلك ليس غريبا أن تأتي هذه الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة أن تستبيح ممتلكات الأقليات، ما نسميهم الأقليات، مكونات الشعب العراقي التاريخية اللي هي أصل سكان العراق حقيقة، وتهجير المسيحيين إلى يعني منذ الأيام الأولى. بالمناسبة ليست هي عملية جديدة، يعني عدد المسيحيين انخفض إلى الربع تقريبا بالضبط. منذ السقوط ولغاية الآن. وطبعا استباحة عقاراتهم وممتلكاتهم اللي يتركوها خلفهم نتيجة يعني الرغبة في الحفاظ على حياتهم، هذا جاري على قدم وساق، وما زال لحد الآن العملية الحقيقة مستباحة لهذه الميليشيات والكتل التي الحقيقة تعمل لصالحها وتعمل لحيتان الفساد. دكتور، نعم. هناك كلمة سر في عدم محاسبة المتورطين في هذه الفاجعة. حتى في الحياة العامة عندما يصل الأمر إلى مصطلح أو كلمة سر المتنفذون، يخشى أيضا حتى صاحب الحق من أن يطالب بحقه عندما يقول بأنه هذا متنفذ أو هذه الجهة متنفذة. دكتور حامد، أمام هذه الجهة المتنفذة أو المتنفذون بشكل عام، هل السوداني قادر على محاسبة الفاسدين؟ هل قادر على مساءلتهم دكتور؟
لا بالتأكيد، يعني هي سلطة صحيح، هو يقول سلطة تنفيذية لكنه ليس متنفذا. الرجل يعني جاءت به الميليشيات وجاء بحيتان الفساد وهذه العصابات اللي تحدثنا عنها، فلذلك المتنفذون الحقيقيون الحقيقة يحكمون بدولة عميقة، دولة الظلام، دولة الليل، ليست دولة النهار اللي هي السلطة التنفيذية اللي يعني يقودها محمد الشياع السوداني رسميا، لكنه عمليا الآن الحقيقة المتنفذون هم من يتحكمون بكل مفاصل نعيد نكرر ما تسمى دولة عراقية، لأنه المال والإعلام والميليشيات والسلاح المنفلت وكل السلطات الحقيقة بيدهم هم، وطبعا بموافقة أمريكا. لا ننسى أمريكا راضية على هذا الوضع، إيران ترضى على هذا الوضع، لأنه تهميش العراق، وضع العراق بهذا الشكل، ترك العراق بهذه الفوضى هو كان غايتهم منذ عقود من الزمن. لذلك المتنفذون قريبون إلى سلطة القرار والأجندات الخارجية، ليست إلى يعني تمثل تمثيل حقيقي مصالح واستقرار وتطور العراق ولا مصلحة الشعب العراقي على الإطلاق. عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لكم.